ندق دوات الحياة الايدين. قومي قومي افتحي لي ولادك الطيبين. قومي اللي بنا بنا مصر كان في القصر. حلوين صباح العسل صباح السكر، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا لسه ما فتحتش الشقه، احنا مش بالليل احنا بالنهار، بس ايه صباحكم زي العسل. النهارده الجمعه فايه فتح لكم كده، انا جايه غامه لكم، فقلت كده صبح عليكم صباحكم زي العسل صباحكم زي السكر. وحشتوني حبه قد كده اهو. النهارده هنقضي اليوم مع بعض روتين بقى يوم الجمعه اللي وحشنا من زمان. احنا لسه دلوقتي الساعه 7 الصبح، 7 الصبح يعني بصوا بادئين البدايه من اولها. انتوا عارفين ان انا الخميس متعوده معاكم ان انا بنزل يعني اجيب مشترياتي واجيب حاجتي وكده، فالخميس ده ما نزلتش بقى، فحاسه ان انا ناقصني حاجه كبيره قوي قوي. فمفيش حاجه طبعا في البيت والبيت فاضي، وانتوا عارفين انا بجيب حاجه اسبوع باسبوع، فخلاص الاسبوع خلص ونبدا بقى اسبوع جديد، فعايزين ننزل نشتري شويه حاجات كده النهارده سوا. فعشان كده انا صحيت بدري، نروح السوق بدري جدا نجيب الحاجه الصبحة كده الطازه. وصباحكم زي العسل، انا قلت ايه صبح عليكم كده ونبتدي مع بعض. بصوا هو عامه البيت انا مظبطاه، مفيش فيه حاجه، الصالون كل حاجه من بالليل، انا مظبطه كل حاجه من بالليل بحيث ان انا ايه ببقى نايمه مرتاحه. بصوا اللي كتب لي في الكومنتات دول ايه، دول كده بتوع اضاءه عشان بنقعد هنا فبتزود الاضاءه شويه. بصوا انا ايه طبعا القران شغال بقى طول النهار وكده، فيا رب ما اجيبش حقوقه طبعا ولاش. خلاص بصوا هو المطبخ مظبطينه كل حاجه ايه زي العسل، ودول انا غسلاهم والفوط بتاعه المطبخ وحطاهم نشفهم، تعال ندخلهم قبل ما يطيروا، ومخلصين كل حاجه الحمد لله. والحوض زي الفل، مفيش اي حاجه الحمد لله. دخل دول بقى ونطبقهم ونعينهم في الدرج بتاعهم. تعالوا بقى مع بعض النهارده نشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا ده، يلا بينا. لو انت لسه مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس واضغطي لايك. صح اهي هي بتقول لكم، الست دي بتقول لكم، بس انتوا ما انتوش شايفينها. اشتركي في القناه وفعلي الجرس، عمال ما انا ايه انزل اشتري شويه حاجات. يلا بينا. صباح الخير يا جماعه. بأمانة ينفع حد في الدنيا يصحى حد من الساعة بتصحيني من الساعة 6 الصبح، مع ان يوم الخميس ده الواحد يعني بينام متأخر، بفضل قاعد بقى براحته كده. يعني دلوقتي الساعة حوالي داخلة على 7 الصبح، فحد عادي حد عاقل يصحى الساعة يوم الجمعة، ان هم اللي الواحد بيصحى في الجمعة يصحى الوقت الساعة 7 تبقى نشيط. والله الواحد مقفل ازاي؟ تبقى نشيط وعندك حيوية. شفت نشيط مين؟ والله أنا خايفة عليك، أنا خايفة عليك، يعني أنا خايفة على بشرتك والهالات السوداء. انت اما تصحى بدري ما يجيلكش هالات سوداء. انت عارف انا مضحيه عشانك. بلا هالات بلا. بلا هالات بلا ما تضحيش. صباحكم الرضا يا جماعه، والله كل جمعه وانتم بخير يا رب. صباحكم زي العسل وزي السكر. انا بقى ايه شجعته ونشطته عشان يبقى انسان نشيط كده وانسان حلو. انسان حلو يصحى بدري يجي معايا. والله انا كنت اسوق انزل واسوق، ما اعرفش ليه بقالي فتره بقيت بكسل اسوق. اي والله بقيت اكسل فعلا، مع ان كان الاول ايام ما كان ده ما بيعبرنيش اصلا، كنت يوميا انا اللي بنزل اشتري حاجتي لوحدي واجي وعايشه كده ايه. كانت حاطه لنفسها ساعه تخرج تغير جو بالعربيه، ما عادش الكلام. لا ده في البدايه، لا بتكلم ما انزل اشتري السوق كده، كنت الاول بنزل لوحدي. بعد ما ده ما علينا يعني، المهم نعمل ايه، خلينا بس ناس عمليين بلا سواقه بلا بتاع. خلينا في المصلحه. خلينا في المصلحه عشان انا هنزل السوق. للاسف السوق اللي انا كنت بسوق الخضار مش اختفى، مش لاقيينه، مش عارفه راح فين سوق الخضار. هو سوق الخضار فين؟ مش سوق الخضار، لا سوق الجمعه. مش كان في سوق جمعه عندنا؟ هو فين يا بنت؟ ما مش لاقيه، احنا كده عديناه على فكره. لا لا والله هو المفروض مفيش ما هو مفيش لاقيين سوق الجمعه. ما علينا يعني، المهم احنا عاملين جدول الاسبوع نقول على السريع السريع السريع. النهارده عايزه اجيب اعمل دولمه عراقي، فعايزه اجيب حاجه الدولمه و90% مش هلاقي سلق، فانا هشوف لسه هنعمل ايه، يعني محشي بالبلدي يعني، وده باللحمه بتحط فيه لحمه. فالنهارده هنعمل النهارده الجمعه هنعمل المحشي اللي باللحمه ده الدولمه العراقي. بكره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله تعالى، يعني لو لينا عمر يوم السبت هنعمل كده طريقه بطاطس كده بيريح حط فيها كوى اللحمه بطريقه بسيطه جدا وطريقه سهله هتعجبكم قوي. هنعملها بكره وبرده خفيفه في الميزانيه مش كتير، يعني هي حته لحمه قد كده هتبني لك صينيه كبيره.
خلاص. تاني يوم بقى عايزين نشتري دلوقتي باذن الله يعني سمك ونشويه، سمك بوري كده صغنطوط ونشويه ونطلع نشويه يعني مع بعض. تمام. انت كده كده هتاخد النيوتر اللفه دي عشان نخش اي سوق. خلاص ماشي. استنى الراجل ده عنده كرومبو. استنى خليكم معايا. او الكرومب بتاعك ده بلال ليه؟ الكرومب ده بلال ليه؟ طب نقله واحدة حلوة كده. امال الشوفان يا راجل يا طيب. لا 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 استنى يا نقل يا عشانه ليه؟ سوي هو مفيش سوق النهاردة ليه؟ لا خلاص خلاص اخد دي اخد دي. بكام دي؟ واحدة بس. لا بكام دي؟ نعم. هو اي حاجة ده قد كده يا حاج؟ والله 9.5. وين 9.5؟ ده ايه؟ وانا واقف مستناك. عارف من 5 ل 5.5. اتفضل يا حاج. معناها غالية بس ايه؟ يلا. صباحك عسل. ربنا يخليك. ربنا يعافيك. الكعبة 10 هي اقل من ال10 بس يلا بقى شكله وجه الغلبان. ما علينا. خلصنا ركزوا في الجدول. قلنا النهاردة هنعمل دولمة فيها ايه؟ فيها شوية المحشي بقى وكوسة وبتنجان وسلق وكده يعني. خلاص تاني يوم بقى نعمل بطاطس وتركو مسلوقة كده ونحط فيها كرة لحمة اتوفر. يوم الحد هنجيب سمك ان شاء الله الوقتي وننضفه ونعينه في التلاجة ونطلعه نشويه بإذن الله بإذن الله ورز صيادية ونعمل ده وجبة. الاتنين بقى عايزين هنعمل لا لف ايه؟ صح؟ لا الاثنين بقى نقضيها عيش يعني ارديحي بقى. اكله عيش حلو ارديحي مفيش فيها اي حاجه ممكن ربنا يكرمك. والله اكله عيش بتتعب فيها عن الطبخ العادي. اي مش هعملها بقى المعتاد يعني. ممكن هنفكر في اي افكار. ممكن ربنا يكرمنا ببطين او شويه بيض ونعمل ندخلهم ضمن اكله العيش يعني. خلاص التلات بقى عايزين نجيب كفته جمبري. اللي بيحب كفته الجمبري ينزل يكتب لنا في الكومنتات. ورز كده بالجمبري عايزين نجيب شويه جمبري حلوين. عجبتك دي؟ ده جميل. الاربع بقى ولادي طالبين مني مكرونه سباكيتي بالكفته. اكله عاديه جدا الاسبوع ده كله عادي اهو. او طاجن مكرونه باللحمه المفرومه على الحوض ده. او طاجن مكرونه باللحمه المفرومه لسه ما عرفت. المهم مكرونه وكفته او لحمه مفرومه. فاولادي عايزين الاكله دي عايزين يجرب يعني يحبوا. او ممكن اعمل له هو بقى يعني احنا ممكن نخش احنا مكرونه سباكيتي باللحمه واعمل له هو طاجن صغير وبيحبها. انا برضه اتغاضى باي حاجه يا يا عيني. يعني انت هتاكل معانا مكرونه؟ هتاكل هتاكل؟ عمال يقفل بس قدام الناس تحسسهم ان انا طيب. ما بيحبش المكرونه قد كده يعني. خلاص كده خلص. يوم الخميس بقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انتوا عارفين ما بشيلش همه قوي لان يعني على الاغلب ان انا بخرج. الخميس اللي فات ده ما خرجتش. كنت تعبانه شويه وكسل بقى وكده فما خرجتش امبارح. فان شاء الله عوضت اهو. في سوق. تعال ننزل بقى السوق. يلا نشيل الحاجات اللي احنا قلناها الورقه اللي احنا كاتبينها ونرجع مع بعض. يلا. والله السوق في ارنبيت. هو ده ارنبيت؟ خلاص خليها يوم اكله العيش نعمل ارنبيت. قولوا لي ايه رايكم؟ ده مش ارنبيت. مفيش ارنبيت. اسحب الكلمتين لغايه ما نشوف. مش هنعمل ارنبيت. انا نفسي في ارنبيت. ان شاء الله. والله ممكن نلاقي. لو لقينا ارنبيت هنعملهم اثنين. يلا. سلام يا جماعه. خلصنا بقى السوق وروحنا على البيت وتعالوا نعمل مع بعض الجبنه. او يعني انا دي طريقه اللي بعملها في الجبنه. دي حلبه حصى. حطي حبه. انا بحط حبه كده وننزل عليهم الشرشه بتاعه الجبنه. انت وانت بتجيبي انا جبت كيلو جبنه من عند الراجل اللي في المعمل بتاع الجبنه يعني. فبحط كده ايه على بيحط لي حبه شرشه وبحط عليهم حبه حلبه. ودي مرتة اللي هي العجوزة. هي مرتة اللي هي المرتة اللي احنا عارفينها. انا جايبة بخمسة جنيه مرتة وبخمسة جنيه جبنة. مش شايفين الحتة اللي انا وريتها لكم دي فيها حتة جبنة رومي. بصوا صرفة ومكلفة يعني. انا صرفة ومكلفة. وفيها يعني كم قرن شطة كده على كم قرن فلفل. ولو عندك قشر سفندي بصي اتاكلي احلى حتة جبنة بجد. محدش يتريق ولا اي حاجة خالص. حتى الحلبة دي بعد اسبوع تقومي بقى عاملة ايه مصفية ده كله على ايه كيلو لبن رايب او لبن قاطع. لو انت عندك كيس كيلو لبن قاطع وتحطي ده كله على الجبنة. يا لهوي تاكلي حتة جبنة عسل. بس ديس بيها شوية في الخلطة دي
جربي الخلطه دي وقولي رايك فيها ايه. نغطيها كده ونقفلها. انا هسيبها شويه، انا عندي لسه ايه برطمان غير ده كان فيه جبنه، فده هسيبه مثلا اسبوع ولا حاجه تاكلي منه احلى جبنه هتعجبك قوي. تعالوا بقى ننضف مع بعض الخضار اللي احنا جبناه. احنا جبنا بتنجان وفلفل وجبنا حبه حاجات كده حلوين النهارده، ايه قلنا عشان يبقى البيت كده عمران بالخضار وعمران بكل حاجه. انا بفضي كده كل حاجة انا جبتها، الفلفل والبتنجان، وجبت طماطم وكوسة وشطة، دي الشطة دي. وعايزين نعمل مع بعض هريسة الشطة هتبقى حلوة، انا بعملها دايما بس صورت لكم في اول القناة. نغسلها بقى حلوة كده ونغسلة حلوة ونحط فوطة وايه وننشف عليها الخضار ده كله ونسيبه يتنشف عشان عينه في التلاجة يبقى نضيف. واحدة واحدة كده نغسلهم. اتشجعي بقى وتنشطي وقومي انزلي. انا امبارح الخميس لما انا ما نزلتش فضلت قاعده بصوا حاسه ان انا ناقصني حاجه كبيره ما نمتش، قمت من الساعه 6 انزل اشتري حاجتي عشان بقى بيتي كده ايه مش محتاجه، وما هفضل كل ما محتاج حاجه هبعت اجيب كيلو طماطم، لا كيلو فلفل، لا مش هلاقي الراجل عنده، لا انزل اجيب حاجتي بتاعه الاسبوع عشان ابقى قاعده كده مرتاحه نفسيا. اغسيل حاجه حلوه جدا جدا وعينيها تحافظ عليها، بس اهم حاجه ما تنشفيها عشان تقعد معاكي شويه كتار. خلاص وغسلنا الليمون وغسلنا كله. دي الطماطم بقى كنت انا جايبه كيس الطماطم كده لوحدها، نغسلها حلو ونحطها برضو على الفوطه وننشفها. النهارده عاملين مع بعض كده شويه حاجات تشجعك ان انت تقومي تعملي كل الحاجات دي. بصوا كده الخضار نشفناها على الفوطه. ده بقى انا بعشق البلح الاسود ده، اللي بيحبوا يكتب لي في الكومنتات. جبت بلح كده كيلو بلح وجبنة جوافة. هو اليومين دول موسم البلح والجوافة، يعني كمان عشان احنا عندنا هنا اراضي بلح وجوافة، فاراضي بلح وجوافة صح؟ يعني نخل واراضي. قطفت كده بقى الملوخية عمال سبت دول يتصفوا وقعدت على الارض وجبت الملوخية قطفتها. وبعدين بقى ايه نغسلها بقى، نغسلها الملوخية والحاجات الخضرة دي نغسلها مرة واثنين وتلاتة ونحط عليها حبة خل. انا غسلتها ونقعتها شوية وحطيت عليها حبة خل، حبة صغيرين ما تخافيش مش هيدخلهم يتبلوا ولا حاجة، لا ينضفوا. ونسيبناها تتصفى. واحنا بقى عمال ما هي تتصفى نجيب منديل كده في اي علب بلاستيك بتاعتك الحافظة اللي انت بتحط فيها الحاجات اللي في التلاجة، ونحط حط منديل كده وبعدين حطهم في التلاجة يفضلوا معاكي اكتر والله من اسبوع ولا اسبوعين كمان، طول ما انتي بتحافظي على الحاجة وحطها نظيفة وحطها كويسة. وانتي عودي نفسك اما تيجي تمد ايدك تجيبي طماطماية او حاجة او خيارية او فلافلية حاولي تنقي اللي هي هتحسي ان هي بدأت تدبل، مش تجيبي الحلوة وتسيبي الدبلانة، لا حاولي تنقي. انا سبت البتنجان وكوسة والحاجات دي في علبة عشان دول اللي انا هعمل بيهم دلوقتي المحشي، والبطاطس كمان كنت جايبه بطاطس فحطيتهم. على فكره الحاجه النهارده لقيتها سعرها حلو، ده سلق اول مره اجيب سلق كبير كده عشان نعمل المحشي سلق بقى، دول معرقي وي وحاجات من دي يعني. خلاص شوفوا الحاجه دي بصوا اهو، خلاص الحاجه دي حطيناها ونقعين السلق شويه. انا دخلت الوقت احضر حاجه الغدا، الخضره بتاعه المحشي، وقعدت اقطع ايه السلق اللي هو اللي انا هحشيه كده يعني. بصوا قعدت احاول كده اشيل عنق الطويله دي، العيدان الطويله، ونطلع الورق بس. خلاص نضفت بقى الحته اللي حواليها كلها عشان السمك والجمبري، قشرت شويه جمبري كده وحطيت عليه حبه ملح كده في ثواني وخلصناه، واسيبه منقوع بس يعني مفيش حاجه بسيطه. السمك ده اي انا جايباه عشان ايه اشويه في نص اسبوع بس، انا هشويه وهو متنضف، هنضفه كده ايه على السريع على السريع. المقطع بتاع التنظيف معرفش راح فين اصلا. المهم يعني خلاص نضفنا السمك وكده وعملنا الجمبري. دلوقتي انا قاعده بحضر بقور الكوسه والبتنجان عشان نحضر الحاجه بتاعه الغدا بتاع النهارده. بصوا يوم خفيف 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 كده تشجعك وخليكي تقومي تتنشطي وتعملي الاكل اللي انا عاملاه. نقور كده الكوسه وعملت بقى البتنجان والحاجات دي. انا بقى ايه هقول لكم بقى على الملوخيه. بصوا نجيب كيس بلاستيك كده، طبعا يعني اكتركم شطار وكلكم شاطرين كلكم بتعرفوا تعملوا احسن حاجه. بصوا كيس بلاستيك كده ونخرج منه الهواء خالص وتربطيه، لو انت عندك كيس لبن يبقى احسن، انا ما عنديش اللي هي اللي كيس اسمها كيس لبن، كيس عاديه يعني كيس سندوتشات. وبالمخرطه بتاعتك احنا بنعشق الملوخيه الخضراء البيت كله بيحبها، والمخرطه بتاعتك ما تخافيش الكيس مش هيتقطع ومش هتعكي حاجه ومش هتبهدلي حاجه وتفضلي الحاجه. بصي يعني بجد بجد دي اختراع اختراع يا كوتش. لايك بقى للملوخيه، عارفين لو ما عملتوش لايك للملوخيه.
بصي بتنعمها ولا عكيتي حاجة ولا اي حاجة خالص عن الطريقة القديمة اللي احنا كنا بنعملها. وانا بصراحة ما بحبش يعني الملوخية اللي في الكبة والخلاط والجو ده. بصوا بقت ناعمة معاكي جدا ازاي خلاص، وهسيبها في الكيس ده عشان هنعينها كده في الفريزر، طلعها على قد احتياجاتك. بصوا اللي انا جبته النهاردة عملت كام كيس.